هذه أول زيارة لي لعمان، مباشرة جيت إلى صلالة. سمعنا بالجو بهاي الفترة حلو وجو بارد ومطر، وما الحقيقة ما تخيلنا الموضوع بهذا الجمال. جو كثير حلو، الأجواء جدا رائعة، المناظر ما شاء الله كثير حلوة، الشلالات، السهول، الطبيعة بشكل مو طبيعي ما شاء الله. الله ينعمها عليكم ان شاء الله، وان شاء الله احنا نكررها لهاي الزياره يعني اكثر من مره، لانه المكان جدا جدا حلو. موسم صلالة هذا، وهذه شلالات خيوط جميله جدا، بس مغامره جميله بعد، تستحق المغامره. المنظر جميل وكل شيء جميل.